الدين ده اساس السياسه، فحضرتك وعشان كده جاي انا طالع تلزمني اتكلم، بقى. عشان كده انا طالع طب طلع اتكلم ان الكلام ده ما انت ينفعش. مش واخد حريتك في الدول العلمانيه فجاي تتكلم على الدول الاسلاميه؟ يعني انت انا مش ايه اشكاليتك مع الدول الاسلاميه؟ خلاص يا سيدي، ما تروح تقعد في المكان اللي يتفق مع فكرك ويتفق مع منهجك ومريحك. يعني انت الموضوع جاي فردي، في يعني الموضوع فردي. لا مش فردي، معلش. لو لسه كان في اخ من شويه او استاذ مش فاكره اسمه ايه، قال لك ينفع تيجي في داري وتقعد تقول لي لا والله النظام ده انا مش الدكتور جاي ده في ما ينفعش. دارك، انا طالع على بلاتفورم يا نور، طالع على بلاتفورم اتكلم، واللي عايز يخش يسمع يسمع، اهلا وسهلا. ما بكسبش حد ان هو يسمع، زي ما الحكومه عندنا بتغصب الناس في التلفزيونات 24 ساعه ان هم يقعدوا يسمعوا حاجات انا شايف انها خرافات. أستاذ أحمد، أنت فاهم إنك بتخاطب المسلمين وأنت عارف ده، ومفيش داعي إن ده يتقال صراحة. أنت بتخاطب فئة أو بتقول فكرك، وفي وسط ما أنت بتقول الفكر بتاعك بتخاطب دايماً على القرآن وعلى سيدنا محمد، ودي مش أدلة، وبص مش عارف إيه، وأنا مش طب وايه عارفة المشكلة؟ طريقتك، أنا عارفاك من كام سنة. طب وايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ طيب إيه المشكلة؟ أنت جاي تتكلم على معتقدي ليه؟ أنا معتقدي بيقول 1 2 3 4، اتكلم بقى على معتقدك انت. يعني انت ايه الفكره الهدامه اللي عندكم؟ يعني انتوا مثلا ما عندكوش معتقد او ما عندكوش بناء كامل، وعندكم يعني علامات استفهامات كتير فمش لاقيين حل ليها، فانتوا بتعملوا حاجه اسمها هدميه، اسمها بناء هدمي، تهدموا في الاسلام. طب انت يا فندم ايه عندك؟ ايه عندك البناء؟ لا ما عنديش. هو انا معنى ان انا مش عارف ان انا ما تقولش، طالما مش عارف واللي قدامك عارف على الاقل دي عقيدته، ما ينفعش ان انت تكلمه على الحاجه اللي انت ما تعرفهاش، وده يحصل اسقاط في هذا الامر. يعني انا مش عارف والله مين انا. تمام، انا بحترم جدا جدا انك بتقول ودايما بتصرح بيها من زمان، اني والله انا مش عارف ايه السبب الاول، انا مؤمن بده بس مش عارف، بحترم ده جدا. لكن ينفع ان انت اللي مش عارف، يعني عندك نقص في الاجابه، تكلم شخص حتى لو هو غلط، حتى لو هو غلط ان هو عنده الاجابه كامله حتى لو الاجابه دي غلط؟ ايوه طبعا، ده هيرجعنا للنقطه الاولانيه، ما ده اللي انا عمال بقوله لك من البدايه، ان هو طبعا يعني انا انت شايف عايز ان تخليه ما اللي انت يعرفش بتقوله ده، زيك؟ اللي انت بتقوله ده، ده اكيد غلط. تعال انا وانت ندور على الصح ايه، انما انت تقول حاجه غلط وتتوهم امتلاك المعرفه، وتوهم امتلاك المعرفه هو اشد من الجهل، ان هو محاربه للعلم انا بالجهل. حر، انا اسلامي بيقول لي حره؟ كده. ما انت احنا جاي البلد اتخربت، حره عندك في البيت او في الجامع، مش في المؤسسات الدوله، ولا في الاسواق، ولا في الشوارع، ولا في المدارس، ولا في الاعلام، ولا في اي بالعكس يا حاجه. فندم، مؤسسات الدولة والاعلام بيخدموا الافكار بتاعتك، واحنا وانا بتاعت وانت عارفين بتاعتنا كده كويس جدا. بتاعت اي حد لا دين، بتاعت اي حد مش مؤمن. هي هو كلامك بقى كلام بصراحة، هي الدولة والاعلام بيخدموا الناس المسلمة او الناس المؤمنة؟ انت، ده كده حوار لا، ما بيزنطي، انت لا لا ده مش كده، ده بيزنطي كده والله. هيدخلنا في حوار انت يعني، هل الدوله، احنا لا، عندنا الدوله الاسلاميه. انت فاهم وانا فاهمة واللي قاعدين فاهمين ان الدول العربية ما بتخدمش الناس المسلمة. اي نعم، هي دولة عربية ومسلمة كده، عنوان لطيف كده، لكن احنا بنطبق العلمانية بكل حذافيرها الا بس في الاحوال الشخصية. فما فيش داعي انك تهيئ للناس وتصور لهم ان الدول العربية او الاسلامية خربت الدنيا عشان بتطبق. لا يا فندم، الدول العربية خربانة عشان ما بتطبقش. عشان ما طبقت دي الاسلام. يعني نتيجة عكسية خالص، نتيجة، معلش انا اسفة، قاعدة فاسدة. ايوه، الدول العربية خربانة عشان ما بتطبقش الاسلام، معلش مع احترامي. يعني هو احنا لو الدول المسلمة بتطبق اسلامها والدول الغربية زي ما هي بتطبق الحادها ولا روبتها، كنا احنا هيبقى احسن فينا كده؟ كنا لا احنا كنا زي هنفضل افغانستان طبعا الاقي كلنا مثلا كلنا كده. روم لطيفة قوي بتتكلم عن المثليين وطالعين جدا يتكلموا بكل بجاحة وجايين يتكلموا على اللواط والبتاع، ما ايه ده؟ تخشيش لا ما عندهم، كنتش هلاقي ما كده. تخش عندهم ليه؟ لا انا بقول لك اهو، انا دي قاعده مسلمه، ما تدخلوش انتوا عندي، ما تكلمونيش انا، ما انا ما دخلتش تجيبوش عندك يا المسلمين نور. تكلموهم. انت هتقعد اكلم على العام تكلمني على الفرد، اكلمك على الفرد تكلمني على العام. طب انا خلصت مداخلتي عشان ما اجادلش معاك، عشان الناس اللي عايزه تتكلم تفضل تتكلم. طيب شكرا يا يوسف. وطبعا طيب شكرا ان انت صبرا. ممكن اعلق؟ عايز لا اعلق لا يا دكتور اسامه، خلي، لا انا بدي اعلق تعليق لان هي جابت سيرتنا. طيب مثل ما انا ما قاطعتك بتمنى انك ما تقاطعيني. انا كنت بدي اعلق لما الاخت قالت انه انا تناقشت مع هذول قبل وسكتوني او نزلوني او كذا، وسعيد جدا ان تخلص لانه اعطت الفكره اللي انا كنت بدي احكي فيها. الاخت المحاربه العثمانيه دخلت لعنا على الروم، وكنا عم نحكي بموضوع الاخلاق، فكنا عم نحكي عن موضوع الايفولوشنري سايكولوجي كيف بتطور الاخلاق وكذا، فطلعت وعم تعطي مداخلتها. طبعا موضوع انه ندخل ونصير نحكي بشغلات ثانيه مثل ما صار هلا لنضيع الوقت، هذا توجه انا سامعه بالروم الثاني انه انتم تروحوا شوشوها، ومع ذلك مشينا بالكلام. وهي عم تناقش عم نحكي بالادله، انا دخلت على البايو تبعيتها ولقيتها كاتبه انه هي سايكولوجيست. ولما كنت عم تناقش معها قالت لي انا معي دكتوره بالسايكولوجي، قلت لها ممتاز، معناته بنحكي بقصص علميه، كثير حلو هذا الكلام، نحن اساسا عم نحكي عن الايفولوشنري سايكولوجي. فانا حكيها بمواضيع علميه وهي تقول لي عقيدتي وغير عقيدتي، قلت لها الاخلاق اصلا كذا كذا،
قال الأخلاق لا لا أسس. قلت الأخلاق موجودة عند الحيوانات. قال لي طبعا. قال لي طبعا الحيوانات يسبحون الله، كلهم يسبح الله. قلت له نحن عم نحكي علم. قال لي عقيدتي أنتم تهدامون، أنتم مدمرون، أنتم كذا أنتم كذا. المداخلة كانت 3 دقائق، أخذت نصف ساعة. بعد ما خلصت نحن معروف عن الركاب بكسر مداخلته بينزل على تحت، نزل على تحت. فبالنسبة إلى طلعت قالت لنا انتم مخربون، انتم هدامون، انتم ممولون، وحكت على المركزه وما اخذت شيء. اخر شيء طلعنا نحن مثل ما حكيت هلا نحط طلعناها. اهلا وسهلا فيك يا عزيزتي، بس الفكره وين؟ استاذ حسن عيب لما تكذب على فكره وانا موجوده. بس ما خلصت اخذت عيب لما تكذب وانا موجوده. انا ما قلتش خالص ممولين ولا قلت كلام انت قلته على فكره. انا حكيت لما تكذبش على لساني من فضلك، ما تكذبش على لساني. لو سمحتي خلينا نحترم بعض شوي. اوكي يعني لا ما تكذبش على انت لا حضرتك اللي تحترم ان انا موجوده وتكذب وانا موجوده. يا جماعه طب ليه يعني يعني سمع. خلاص يا جماعه الامور الشخصيه دي ايه ما علاقتها بالموضوع؟ لا لا انا ما شخصنت يا احمد، انا حكيت قدامك. عزيزتي انا حكيت امامك، ما منطرتك حتى تروحي وبعدين حكيت. انت اللي وبعدين انت نزلتوني على فكره، ما حد ما انت نزلتوني بس ما علينا. عفوا عفوا يا اختي، انا حكيت مثل قبل ما تحكي انت انه بخلص المداخله نحب ننزله على تحت تمام. فموضوع هذا التشويش وموضوع كذا، اول شيء انت فايتي على الروم نوم بعد انك تحطين ميوت لو سمحتي. لو سمحتي حطي المي. ايوه شكرا. اختي العزيزه انت فايتي على الروم تبعت احمد، يعني انت عم تفوتي لعنده متقليله وما تحكي عنا. اول شيء البلاتفورم مانو عندكم تمام. ثانيا انت عم تفوتي لعنده ببساطه الروم اللي انت ما فيكي مايك حبيتيها. مو بس فيكي تفوتي عليها، فيكي تسحبيها هيك وتعملي هند بكل بساطة. فيك تنشر أفكارك وفيك تحكي بدك إياه وهذا حقك الطبيعي، ولكن بتمنى منك لما تكون تناقش علميا ما تقلي لي عقيدتي مع عقيدتي، بدك تناقش عقائديا هذا شيء ثاني. وأهلا سهلا فيك بأي وقت. أوكي تعملي مداخلتك عندنا بتاخدي حقك وبس تخلصي بتنزلي مثلك مثل أي واحد ثاني. وأهلا وسهلا فيك وبتمنى بلا هالاتهامات الغير صحيحة ويعطيك العافية. شكرا لك. ممكن أعلم علق وسرعة بس عم وقفه؟ لا لأنه موضوع مهم اللي قالته، يعني لو بسرعة ممكن. أوكي لأنه يجب أرد. أولا قالت أنا كنت بسجل وراها، قالت ليش أنتم تهدموا وكذا. طبيعيا يعني أي إنسان يريد أن يغرس أفكارا وأخلاقا حميدة فعليه أن يدمر ويهدم الأخلاق السيئة التي كانت مسبوقة لكي تستبدل مكانها أو توضع مكانها الأخلاق الجيدة. هذا أمر طبيعي. مثلا أنا الآن لو رأيت مثلا منزل يعني بناؤه سيء وغير مبني بطريقة جيدة يجب أن أهدمه، بعد ذلك أبني يعني مثل ما نقول نحن بالجزائري نبني صحيح، يعني أبني على قاعدة جيدة. بالنسبة للبديل، نحن نبحث عن البديل وندعي أن هناك بديل، ولكن لنفرض أنه ليس هناك بديل، لنفرض أنه ليس هناك بديل، يعني هذا لا يعني بأنك على صواب. مثلا انا الان لو التقيت بشخص مثلا حاول ان يحل معضله رياضيه وبين له الخطا، مثلا انه مثلا في انتقاله رياضيه مثلا عمل 1+1 تساوي مليون مثلا، اقول له في يعني في يعني في طرحك في اجابتك هناك خطا انك وضعت 1+1 تساوي مليون، ولكن انا وانت انا الان مثلا ما عندي اجابه. يعني البلي يعني لا يشترط ان يكون هناك بديلا لكي اثبت خطا يعني مساله ما او قضيه ما. هذه النقطه الاولى. ولكن مع ذلك نحن لدينا بديل. انا لا احتاج الى ان يقول لي مثلا يجب ان تطيع ابوك او ان تطيع اباك عفوا. انا ما احتاج الى ان يقول لي مثلا ان العدل حسن. انا ما احتاج الى ان يقول لي مثلا اغتصاب الفتيات الصغيرات امر سيء. هذه أمور موجودة فينا، نحن لدينا العقل. أنتم تقولون يعني أنها يعني فطرة ونحن نقول أنها من أسباب التطور أو من نتائج التطور. ثاني شيء أنت تقول لي ما تعمل سلاسل، مثلا قلت للأستاذ أحمد لما تقوم بإجراء سلاسل وتدعو فيها الناس يعني إلى ترك هذا الدين أو هكذا. أنا لا أتكلم عن لساني ولكن أتكلم عن نفسي. نحن نقوم بهذا، نحن ندعو الناس إلى هذا المعتقد لأننا نعتقد أن ما لديكم قبح وأن ما لديكم سيء، ونحن نعتقد أن ما لدينا هو الحق وهو الخير وهو الحسن. ولما نحن نناقش هذه الأشياء؟ لأنكم أنتم تكذبون على الناس وتدعونهم إلى هذه الأشياء القبيحة من قتل مرتدين ويعني جهاد الناس ما يسمى بجهاد الطلب، وتسمحون بالبيدوفيليا ما يسمى مثلا بزواج الصغيرات وهكذا. نحن
يجب انطلاقا اولا ان تقومون بهذا عن طريق خداعهم او عن طريق خداعهم او اعتمادا على خداعهم بما يسمى الاعجاز العلمي والاعجاز اللغوي والاعجاز التاريخي. فنحن نبين انه ليس هناك اعجاز علمي وكله كذب، وليس هناك لا اعجاز لغوي ولا علمي ولا تاريخي، لكي الناس تفهم بعد ذلك تفهم الحقيقه. لانه الانسان ان ثبت له مثلا جهلا ان مثلا هذا الكتاب فيه اعجاز علمي، يعني سوف يصدق حتى القبيح، يقول هذا القبيح ولكن هناك إعجاز علمي فيجب أن نتبع لأن هناك معجزة. لا، يجب أن نبين كل هذه الأمور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما ندعو؟ لأننا نعتقد أننا على حق. وثاني شيء، أنتم دينكم ليس أمر شخصي، أنتم تدعون الناس، أنتم تعرضونه كبضاعة، فمن حقنا أن نناقش هذه البضاعة. والأكثر يعني والأدهى الأمر أن هذه البضاعة تدعو إلى قتلنا. نحن لما نناقش مثلا يعني ابن تيمية، لما نناقش يعني حسن يعقوب، لما نناقش مثلا هؤلاء مثلا أو أبا إسحاق، لأن هؤلاء يقولون الناس اقتلوا المرتدين، قاتلوا الكفار، دمروهم كذا، ابن تيمية ما قال وهكذا. فمن واجبنا العكس، نحن ندافع عن أنفسنا. وفينا الكثير ممن ترك يعني البلدان التي تطبق فيه الشريعة ويطبق فيه حد الردة. فلا أعلم، يعني أنت تدعو إلى قتلي ولا أناقشك؟ يعني فهموني يا ناس، يا ناس فهموني، يعني أنا أدعو إلى قتلك وأعتقد أنك أقل مني وأعتقد أنك لا تستحق الحياة أصلا، وبعد ذلك تقولي لي ما تناقشني؟ وهذا أمر شخصي. أستاذ ملحد، أنا ما أنا... تقاطعني أرجوك، أنا ما قاطعتك، أنا ما قاطعتك، أنا أتكلم على فكرة، بعتذر لناس، أرجوك ما تقاطعني، خليني أعتذر للناس لأن أنا في حاجات ما سمعتهاش، معليش معليش، جالي تليفون فما عرفش أنت قلتوا إيه. معليش، المهم أنا كلامي موجه للناس. على فكرة نحن لا ننتقد الإسلام الجميل، الإسلام القرآني مثلا، والإسلام الذي يدعو إلى التعايش، نحن معه وندعمه وهذا ما نريده، الإسلام الشحروري، الإسلام يعني إسلام الناس طيبين. نحن نتكلم عما هو قبيح، عما هو شر، ويعني الأمر واضح. آخر نقطة لكي لا أطيل، سجلت عديد من النقاط لك سوفني بهذه النقطة. مثلا قالت لخط دخلت إلى رومات وجدتهم يتكلمون عن المثلية، وأنا والله أرى أن المثلية يعني أشرف من أن يعني من البيدوفيليا وزواج الصغيرات وقتل المرتد بصراحة. أنا والله أرى أشرف، على الأقل المثلية تحدث بين شخصين راضيين راشدين، وهناك يعني برضا، يعني هناك البلوغ، والبلوغ يعني الجسدي والبلوغ العقلي والرضا. أين الإشكال؟ يعني ترفضين المثلية مثلا وتقبلين زواج الصغيرة مثلا، يتكلم عن إن كنت يعني ممن يقبلون. هي الصغيرة كانت تشتكيت لك يا أستاذ ملحد ولا إيه؟ مش شرط تشتكي لي، لا هذا أمر يتعلق به، لا أنا أتكلم عن الشر. وهو اشتكى لك المثلي مثلا؟ هو جاء لك السيدة عائشة؟ لا لحظة لا لحظة، أنا السيدة عائشة يعني أرجوك لحظة بس عشان انت، لا معلش ما تقولش كلام غلط، ما تقاطعني ارجوك، انا مش عارف اخش في المنطقة دي يا جماعة، معلش يا جماعة خلاص، انا سوف اني اذا يعني انا اتكلم عن الذين يدافعون عن هذا الامر، مش انت، انا اتكلم عن الذين يدعون الى هذا في الاعلام، وهذا امر قام به نبينا وابعه العلماء، وهناك اجماع بانه كذا. انا لا ارى على الاقل ان المثلية افضل، واكيد هي افضل واخلاقية لا اشكال، بين شخصين راضيين عاقلين، بل هي اشرف من زواج الصغيرة مثل ما قلت الذي يدعون له. او الرق يعني ترفضون مثلا، ما تقاطعين ارجوك، ما تقاطعين ارجوك، انا ما قاطعين، هي اشرف لو سمحت، ما تقاطعينش، اشرف هذا رايي، هذا اشرف ورايي، ما تقاطعين، ما تقاطعيني، خليني اكمل اخر نقطه. يعني اشرف، اعيدها، اشرف المثليه اشرف وارقى من نكاح طفله صغيره لم تبلغ لا عقلا ولا جسدا، حتى وان هناك يعني من الف وبحديث يعني خلوني اكمل، ما تقاطعني ارجوك، ان وجهك الكلام، اتكلم عن من يؤمنون بهذا، انا اتكلم عن من يؤمن بهذا، ان كنت انت لا تؤمن بهذا فانت حر، انا اتكلم عن من يؤمن بهذا، بل هي اشرف، خلاص هذا رايك انت، هذا رأيك، اذهب لدواعش، قل انا اتكلم عن الفهم الذي يعتقدون هذا، ارجوك يا جماعه لا تقاطع. اخر نقطه يعني سوف اكملها، اريد ان اعيد كلامي لانه اعيدها للمره المليون، المثليه اشرف من نكاح طفله صغيره. يعني اوكي بلاش يا استاذ ملحد، والله انت ما تعرفنيش، الله يكرمك، لو قطعتوني سوف اعيد، والله لو قطعتوني سوف اعيد، اقسم بالله بالهكم، بتقسم بالله ليه؟ مالكش انت، مالكش اله، مالك، ما تقسمش، اقسم بالهكم الذي هو مقدس عندي، لا ما تقسمش بالهنا، الهنا مش عايزك تقسم بيه على فكره، خلاص اقسم بالله، والله انا اله، انا اقسم بالكليماتيزور يعني بالبراد، لانه او بالمبرد، مكيف الهواء، اقسم بالمكيف الهواء الذي عندي، لانه اعظم من، لانه نفعني في الحرب، المهم اقسم بالمكيف ان المثل، خلوني اكمل ارجوك، انا مسؤول عن كلامي، ارجوك المكيف يا اخي،
أرجوك، أنا يعني أشرف من نكاح طفلة صغيرة لم تتجاوز، يعني لما أقول نكاح هنا بمعنى الوطء والدخول، لم تتجاوز 9 سنوات، وأشرف من نكاح أمة قتل زوجها وقتل أهلها، أشرف والله أشرف. والله لما يجوا يشتكوا لك يا أستاذ ملحد بقول لي أشرف وأفضل وأحسن، الله يكرمك عشان واضح. لا معلش يا أستاذ أحمد، لا لا لحظة، لا لا هو هنديني وأنا مش هسكت بعد إذن حضرتك. لا 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 ما هو قاعد يقول 4 مرات أشرف. دينك في زوج صغيرة؟ لما يجيلك طيب هات لي بقى الدليل، هات لي بقى الدليل كده. انت قلت هنديني ديني في زواج صغيرة ولا لا؟ انا هرد عليك اهو، هرد عليك. هات لي دليل ان القران بيقول لك او الحديث بيقول لك ان احنا نتزوج طفله صغيره. يلا خلاص، اذا مش دينك ما تكلم عن دينك يا سيدي. هات، لا ما تكلمش كلام مرسل معايا، انا ما حدش بيتكلم معايا كلام مرسل. خلاص مفيش دليل، مفيش دليل، مفيش القران والايه بتاعت لم يحضن دي حاجه. لا لا طبعا، ولا لم يحضن، والاجماع الذي ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع ونقله عن ابن المنذر هذا كذب، يعني هذا كذب. اذا ليس قول الاجماع، قول الاجماع، قول الاجماع. اسمع اسمع، خليني اقول شيء. اذا انت لا تعتقدين بهذا، اذا انت غير معني. لا انا بلاش تقعد تقول كلمه من الشرق والغرب عشان توهم الناس ان انت فاهم في الدين. الله يكرمك، بتكلم انت نور، حتى نور، حتى لو انت مش مقتنع بكده. ثواني يا اسامه، حتى لو انت مش مقتنع بكده. استاذ احمد، انا طلبت طلب واحد، هات لي في القران او في السنه ان هم، معلش، هات لي في القران او في السنه. تقدر تنكري ان في مسلمين مقتنعين بكده؟ مقتنعين بايه؟ بان في زواج للصغيره اللي لم تحض وبتاع، وتطيق الوطء وبتاع، وتحتمل الفحل ولا دخول. انا تنكري ان في حد مقتنع كده؟ تنكري ماليش علاقه باللي انا ليه دعوه لحظه، هو انا لما اجي اطبق حاجه غلط في ديني هل ده ينسب للاسلام ولا ينسب لانا ينسب للنور؟ هو بيتكلم بقى عن الناس اللي فاهمين ان هو ده. لا لا، هو قال ده دينك. لا لا معلش يا استاذ احمد، الله يكرمك، ركز. لا لا لا، هو ماشي دينك. لا هو ملاش، انا قاعد وسامع. طب خلاص، يعني ده اعتراف. يعني احنا دلوقتي هنتفق احنا الثلاثه ان في القران الكريم والحديث مفيش الكلام ده، كون بقى ان حد فهمه ده ماليش علاقه. مش موجود معايا. دي بقى خناقتك انت وهم بقى، مش خناقتك انت مع اسامه. لا يبقى تقول الحق كله، ما ينفعش تقول خناقتي هم. انا سالتك سؤال، هل بما انك انت كنت دارس، هل في القران او في السنه الصحيحه اللي الاستاذ ده قاله؟ موجود. بس يعني خلاص، انت مش مقتنع بكده؟ انت مش مقتنع بكده؟ لا هات لي موجود. طيب هات لي اللي موجود. لا بقى، لا بقى يا ستي خلاص، لا بأس. هو في مسلمين مقتنعين بكده، ماليش علاقه. هو بيتكلم عن الناس موجود. الناس اللي فهمت غلط دول، الناس اللي فهموا غلط. لا انت قلت موجود يا استاذ احمد كده، هو بيتكلم عليهم هم. طيب هات لي بقى ايه اللي موجود عندي يخلي الناس. ده موضوع الحلقه، مش ده موضوع. طب انتوا ليه دلوقتي لما بقول لكم الدليل ما بتجيبوش الدليل؟ سبحان الله يا ستي، هم هيجيبوا لك الدليل. هم يعني اكتبي انا عندي الادله، عندي ان ارادت الادله سوف اتيها بالادله. ان اعطيتكم يعني السيده عائشه اتجوزت، السيده عائشه دخلت بدون بلوغ. اسمع اولا، ان اردت كلاما في هذا الامر، ان اعطاني الوقت الاستاذ احمد سامي، سوف اثبت، سوف اعطي، يعني سوف انقل لك الاجماع من اكثر من كتاب، وسوف أثبت لك أن السيدة عائشة لما دخل بها يعني كانت في سن 9 سنين، وسوف أثبت لك أن الشرط الوحيد. خليني أكمل. هو أنا قلت لك، هو أنت معلش، أنت بتعمل له القش. أنا الشيء الوحيد الذي أصدق فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما قال يعني يا معشر انك يعني عن جزله، يا معشر النساء تصدقنا فإني قد رأيت أكثر أهل النار، وبعد ذلك يقول يعني ما رأيت، يعني أنت تعلم الحديث ناقصة عقل ودين. يعني أنا أصدق في هذا الأمر أحيانا لما أسمع طبعا بعض الناس. دي أحيانا شخصية وأنا مصدقة بيها على فكرة. خليني أكمل، أستاذ مرحب، أنا لدي الأدلة. إن أردت هتتكلم على أدلة في القرآن والسنة، أهلا وسهلا. طبعا أدلة من القرآن، على كلام مرسل. خلاص أنا مش هطلب دليل واحد. إثبت إن السيدة عائشة دخلت قبل البلوغ. اتفضل بس، وأنا هسكت، عملت ميوت. خليني أكمل. أولاً أنا إن كان هناك وقت سوف أثبت، لأن القرآن والسنة، أنا أتكلم على فكرة هناك من القرآن. لا تقاطعني أرجوك. دليل، أنا سؤالي واضح، إن السيدة عائشة يا فندم، أنت دلوقتي قلت كلام قدام الناس، التزم بيه لو سمحت، ألزمك من لسانك. أنت قلت إن السيدة عائشة دخلت من غير ما تبلغ. لا قلت ما غير ما تبلغ، قلت في سن 9 سنين. انا اعلم، انا لست جديد في هذه الحوارات على فكره. انا يعني لما كنت انت ممكن يعني بلغت. طيب وما بلغتش؟ طب ما لا، خليني اكمل سوف تفهمين. ممكن افهم ايه؟ انا سالتك سؤال، بلغت ولا لا؟
ممكن تخلينا نكمل يا فندم يعني بلغت ولا لا؟ يا جماعة في شخص ممكن يسكتها هذه، ممكن تمشي بطاقة شمسية. خلاص يا جماعة ممكن بس خلي يختم بس خليني تكلمي يا أستاذ أحمد. ثانية ممكن تكملي كلام بعد تخليني أكمل، يعني لأنه لسانك مش قادرة تحكمي فيه. لا 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 هي خلاص أنا متحكمة فيه بس أنا مش فاهمة الكلام غلط. أوكي توقفي عن الكلام، دعيني أجيب. مش هتوقف طالما بتتكلم كلام الصح. أنا أسفة جدا. بعدين ردي، ما أنت قلتي بلاوي سكتنا. خلاص وقفي أستاذ أحمد، ما يقولش كلام غلط للناس من فضلك. من خليه يا ستي يقول ابن حقه يقول كلام غلط بعدين يردي. بعدين أنت ردي، وش بيك ذا؟ الله تتعصبي أنت يعيرني إن كان متزوجة حليل زوجك. والله خليني حيقلب جزائري ومحدش فينا هيفهم هو بيقول ايه. لا مش بقلب، انا مش بقلب يعني. وانا بصراحه ان كانت متزوجه اشفق على زوجها، ارجو منها يعني ان لا ما تشفقش. انا لسه ما اتجوزتش، ما تقلقش اتفضل كمل. الحمد لله الحمد لله، ما في خسائر. اشفق عليه، ما في خسائر دلوقتي خلاص. اوكي اوكي انا ما اريد قولها، كلامي واضح، ونحن نحفظ يعني ردودهم. نحن نقول ان العلماء، لان القران يعني قد تقول ان فهمك خطا. أنا قد يكون فهمي خطأ، أنا أنقل لك إجماع الأمة لمدة 14 قرنا يقولون أنهم لم يشترطوا البلوغ بل اشترطوا القدرة على تحمل الوطن. إن أردت دليل سوف أعطيك دليل. لا يوجد ولا عالم من علماء أهل السنة والجماعة بل حتى شيعة قاطبة طوال 14 قرنا من اشترط يعني البلوغ. الشرط الوحيد هو يعني القدرة على تحمل الوطن. بل أزيدك من الشعر بيتا، بل قال الإمام أحمد وسوف أتيك بكل أدلة، يعني هذا من رأسي فقط، وإن أردت الأدلة سوف أتيك الآن أتيك بها. قال الإمام أحمد يعني إن بلغت في يعني في المشهور من أقوالي عند 9 سنين تسلم له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعطيك أكثر من إجماع يثبت أن الزواج الصغيرة دون يعني دون البلوغ، واللائي لم يحيض، بمعنى دون البلوغ. أنا أتكلم عن فهم أهل السنة والجماعة، هناك من يخالف. تكلم عن فهم أهل السنة والجماعة وأهلي يعني وأهل والإمامية، يعني يقولون بهذا الأمر. هذا عن الزواج. أما يعني وعم الدخول أو ما يسمى بالوطء، فيكون بعد تحمل الوطء. هذا هم. إن أردت الأدلة سوف أعطيك الأدلة. إن أردت الآيات التي تثبت والأحاديث بفهم سلف الأمة وبفهم العلماء كابن حجر العسقلاني، كالإمام النووي، كالأرناؤوط مثلا، كابن بطال، أعطيك. إن أردت بتفسير الطبري والقرطبي أعطيك. إن قلت هؤلاء حمير ولا يفهمون فهذا ليس رأيي. أنا أرد على من يقول بأن هؤلاء على صواب، هؤلاء يعني أعلم الأمة، فالناس يتبعون هؤلاء ولا يتبعون كلامك. إذن إن أردت هنا سوف نعطيك الأدلة. أما أن تقولي لي أنت فهمت خطأ، أنا لا أتكلم، أنا أنقل لك ما قاله أعلام هذه الأمة الذين يفهمون أفضل منك وأفضل مني شيعة وسنة. أنت أنهيت. شكرا عمو ملحق. والله يعني الله يعني أجرى الحق على لسانك. سبحان الله، أنت قلت في الآخر قلت سبحان الله، قلت قالوا علماء الأمة وأجمعوا إن لازم ده مش شروط، إن هي تكون قادرة على الوطء. قادرة على الوط، عارف يعني ايه قادرة على الوط؟ لا تحمل الوط، يعني مش قادرة على الوط. تحمل الوط. والله العظيم ما موضوع الروم. طب معلش مش انت قلت لي ردي، انا هرد في دقيقة واحدة وخلاص تمام؟ في دقيقة واحدة والله العظيم، وهسكت فعليا وهحترم ده. حضرتك قلت قادرة، وده كم يعني قمة العدل. ليه بقى؟ لأن ممكن تكون واحدة عندها 20 سنة ومش قادرة على الوط، ممكن تكون واحدة عندها 12 سنة ومش قادرة على الوط، أو قادرة على الوط لأن هي في بيئة معينة. جدي وجدتك وستي وستتك من زمان بقى وجدي والكلام ده كانوا ممكن يتزوجوا عندهم 12 سنة وكانوا بيعملوا أسرة وزي الفل جدا وما فيش أي إشكالية. دلوقتي في العصر بتاعنا ده ممكن لا، ممكن تكون واحدة عندها 25 سنة مش قادرة تتزوج دلوقتي أو ما عندهاش الطاقة أو الكيفية دي. إنما حضرتك ما خدتش بالك إن في شرائع أخرى بتقول لك إن البنت تنكح عندها 3 سنين. ده فين بقى الكلام ده؟ في التلمود. مالي أنا. يبقى الأولى يا فندم ما تجيش تناقش اللي بيقول لك دي قادرة على الوقت. قادرة. لحظة بس. ممكن بس أكمل لو سمحتوا. قادرة على الوقت يا فندم، يعني أنا الدكتور المتخصص، معلش بس هقول حاجة وخلاص، الدكتور المتخصص والله يقولها أيوة دي تقدر أو ما تقدرش، وإحنا سنة ده للعلم. لكن في عندك شريعة أخرى هي أولى بالهجوم لما تقول لك إن الطفلة اللي عندها 3 سنين تتزوج أو ممكن يدخل بيها. مش عايزه اوضح طبعا في التلمود، وانتم ممكن تراجعوا هذا الكلام ورايا. شكرا استاذ احمد. واختصار اختصار في تكرار. اهلا وسهلا. طبعا انا حزين جدا يكون هذا الكلام طالع من حدا سايكولوجيست حتى في الدعاء. اخ احمد مشي الدور وحدد المداخلات ما تتخاب حددها دقيقه، واسف انه ضيعنا الوقت انا والدكتور اسامه. مش مشكله، تعملوا مشكله ثاني بقى. استاذ ابن خلدون الحمد لله على السلامه. انا بس يعني ايه لديني وليه انت لديني؟ طيب اخيرا حد سال فعلا في عنوان الغرفه. يا نهار ابيض،